في موقف وصف بالنادر منذ بداية الحرب على غزة، تمتنع الولايات المتحدة عن استخدام حق نقد الفيتو في مجلس الأمن، فيقرر مجلس الأمن مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان. فما الذي حدث حتى تتبنى الولايات المتحدة موقفاً ترفضه إسرائيل؟ مصادر سكاي نيوز عربية تقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت لديه قناعة تترسخ يومياً بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إحراجه وإغراقه داخلياً وخارجياً، بالوقت الذي يتجنب به الرئيس الأمريكي أي غرق سياسي ويحاول تأمين عودته إلى البيت الأبيض مرة أخرى مع نهاية هذا العام. المعلومات تشير كذلك إلى أن موقف بايدن وإدارته من نتنياهو وحكومته أسوأ بكثير مما عبر عنه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جاك شومر، وذلك لأسباب عديدة، أولها عدم تنفيذ مطالب الرئيس الأمريكي من قبل الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى تصميم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية رفح دون وضع خطة لإجلاء المدنيين، وهو ما يثير غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن. واشنطن التي باتت تفرق بين مصالح نتنياهو السياسية ومصالح إسرائيل الاستراتيجية بحسب مصادر سكاي نيوز عربية، بدأت بترجمة أفكارها إلى خطوات فعلية. بدأت في عدم استخدام حق نقد الفيتو في مجلس الأمن، لكن لا أحد يعلم أين هو خط نهايتها. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، نيويورك.